مين بيعرف يا حلوين هالأقصى اللي بنحبه؟ ليلى 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 شو بيخلي المسلمين يتمنوا سقف قربه؟ ليلى 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 مين بيعرف يا حلوين هالأقصى اللي بنحبه؟ ليلى 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 شو بيخلي المسلمين يتمنوا سقف قربه؟ ليلى 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 اللي بيعرف أفضله تاريخه واللي جراله لو تسأل عن أمله بيتمنى يصلي في الأقصى يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب هذا المسجد تاني بيت مبني في تاريخ الأرض وصلاتك لو في صليت أجر كبير سنة وفرض حتى قبل ما انت بتكون قبلتنا في كل الكون كانت لقلوب والعيون نستقبل بصلاة الأقصى يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب ونبينا محمد زاره ليل الإسراء والمعراج أنواره مع أثاره لسه فوق الصخرة تاج صلى بكل الأنبياء ومنه سافر للسماء واللي بيقرأ الإسراء يلقى بأول آية الأقصى يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب فتحوا عمر بن الخطاب ورجال المقدس عرفوا أول ما شرف على الباب مفتاح الأقصى أعطوه ومحمد وصانا وقال لما بدنا نشد الحال يا بنروح الحرم المكي أو للمدني أو للأقصى يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب مرت على الأقصى أيام ضعفوا فيها المسلمين هاجمهم جيش الظلام واحتلوا أقصى سنين لكن زان صلاح الدين جيش الدين وملتزمين الله بالنصر المبين حقق حلمه ورجع الأقصى يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب والصهيونيين اليوم رجعوا احتلوا أقصانا لكن ما بينفعنا اللوم ولا بيرجع مسرانا واحنا لو كنا بنحلم بالأقصى نصلي وننام تعرف شو قلنا بيزن مين اللي فيكم بيعلم لازم يا أمه نتعلم لازم احنا نعد العدة لازم للعالم نتكلم نزرع غنة ونغرس وردة طاعة رب العزة تعزك لا تخلي الشيطان يعزك نتعاون أنا وإنت وكلنا ونتذكر الله مع الوحدة يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب يا رب نصلي